هو انت ايه عاوز ايه؟ انت سبت معالي ليه؟ معالي ايه انت كمان؟ وده وقته؟ اسمع يا شرابي، اسمع انت فاروق، كونك قبلت تبقى سواق الست دي حاجه تخصك انت حر فيها، لكن كونك تشتغل جاسوس لحسابها فده بقى اللي مش هسمح لك بيه ابدا. اتفضل يلا. شرابي شرابي اتقي شري ارجوك، انا كل اللي طالبه منك حاجه واحده بس، مالكش دعوه برويده. قلت لي بقى، يبقى نتيجه البصمات ظهرت وانا براء؟ لسه ما طلعتش. امال خايف على رويده ليه؟ انا مش هسمح لك تقرب لرويده ابدا. ايه بتحبها؟ لا مالكش دعوه بيها يا شرابي، سيبها في حالها، سيب كل عيله الدكتوره اقبال في حالها يا شرابي. اهلا وفهمك يا سواق الست. بصرتني للمدرسه على طول وبعد كده راحت الكليه. الكلام ده قلتيه 200 مره كده هتتجنني. وبعدين يا بابا مش عايزني اساعد ماما؟ وبعد ما ركبنا العربيه وماما حطت الظرف ورا وصلتني المدرسه وبعد كده راحت على الكليه على طول. الله. وهدان وهدان خير؟ في حاجة؟ لا ابدا، بس اصلي امبارح خدت من بابا كتاب الارض بتاع الشرقاوي وكنت عاوزة اناقشك فيه شوية. وده وقته يعني اسيب الشغل؟ 5 دقايق بس. وده مش ممكن اجله حصة الغدا؟ انت واخد كل حاجة جد قوي كده ليه؟ فيها ايه يعني لما نقعد مع بعض 5 دقايق؟ فيها كتير طبعا. أولا لما العيال يشوفونا وإحنا واقفين نتكلم مع بعض كده في مواعيد العمل، إزاي بعد كده أقدر أقنعهم إنهم يحافظوا على مواعيد الدروس بتاعتهم؟ وشغلي لما أقصر فيه، إزاي أقدر أقنع فلاح بعد كده إني زيه وعارف شغله كويس؟ أنسة سهام، ما تضحكيش على نفسك. أنتِ بصراحة مش جادة في مشروع محو الأمية، وبكده تبقى أختك الكبيرة صادقة مع نفسها أكتر منك. يا خسارة. شكر شكر قوي يا حضرة الظابط. امال يبقى مين؟ البصمة المجهولة دي بصمة مين؟ يعني ثبت انه شرابي مالوش بص مع الظرف. ارجوك تساعدني انقل لها الخبر ده ازاي؟ يعني انت عارف مكانها فين؟ بصراحه بقى عارف، بس مش هو ده المهم دلوقتي. المهم هي، رغم انها بتقول انها شاكه ان البصمه دي تطلع لشرابي الا ان ده كلام بتقوله من لسانها بس، لكن الحقيقه هتتصدم. وكفاية بقى، دكتورة إقبال ما بقتش ناقصة. هي قالت لك تبلغني على مكانها؟ لا. يبقى إيه المطلوب مني دلوقتي؟ تساعدني أنقل لها الخبر ده إزاي؟ طبعا حضرتك أدرى الناس بطباعها. أنا عارف إقبال كويس، هي مش هترجع إلا إذا البوليس مسك صاحب البصمة المجهولة، وأنا مش البوليس ما أقدرش أعمل حاجة.
أرجوك تقول لها حسنين بيقول لك بناتك أهم من أي شيء. أي شيء. ألو؟ أيوة أنا يا منير بيه. إيه؟ مين بيتكلم؟ من فضلك قول أنت مين وبطل هزار أحسن بعدين أقفل السكة. مين؟ شرابي؟ أيوة إبراهيم شرابي. لا يا دكتورة أنا بس حبيت أبلغك إن البوليس سابني، ماليش بصمات على الظرف، وده معناه إني طلعت راجل شريف وصفحتي نظيفة 100%. يا دكتورة سيبينا أكمل كلامي وبعدين هنيني زي ما أنت عايزة. خلص يا دكتور بقى، الناس عاوزة التليفون. خليه تحت الحساب. ماشي. لا يا دكتورة أنا آسف، كنت بكلم حد تاني. واخدة بالك بقى يا دكتورة، ومادام طلعت راجل بريء فأنا بجدد طلب خطوبتي للأنسة رويدة، ومن رأيي بقى إن حضرتك توافقي بدل ما الخطوبة تتم من وراكي. يا دكتورة، يا دكتورة رويدة بتحبني. بتقول إيه؟ رويدة بنتي؟ من فضلك حضر لي حساب غرفة 15، أنا هسيب المستشفى النهاردة. قاعدة كده ليه؟ هي الساعة كام دلوقت؟ انت هنا من امتى؟ من قبل الغدا. بابا من فضلك وديني عند الدكتورة يسري. في حاجة؟ عاوزة الدكتورة يسرية ضروري. حاضر، تعال تعال. دبرني يا عم رفل اعمل ايه؟ اذا كان الضابط بنفسه مش عايز يقول لها، وما انا اللي هقول لها؟ انت مش نافع سواق، عقلك لسه في المدرسة. يا ابني ارجع لدروسك وسيبك من السواقة. فين إقبال؟ أهلا السيد. ازيك يا السيد؟ فين إقبال بقولك؟ وأنا إيش أكون عشان أخبيها؟ هتقولي فين إقبال ولا أكسرك؟ الحقني يا فاروق. فاروق الحقني الحقني. أنت عايز الدكتورة إقبال؟ طيب تعال أنا هوديك ليه. الحمد لله بالسلامة يا استهام. عينين ماما. كده تسيبينا غصب عني، غصب عني. لا لا يا ماما، انا زعلانه منك. انتي ممكن تزعلي من كل الناس الا احنا، ده احنا بنحبك. مش قد فين سهام؟ سهام تعبت تاني بعد ما خفت. هي فين؟ عند الدكتورة يسرية، هي اللي طلبت انها تروح لها. وازاي تسيبوها تروح لوحدها؟ بابا وداها. ماما انتي لسه ما لقيتيش اللي سرق الامتحان. على فكره يا رويده، انا كنت عايزه اسالك، انت ايه رايك في شرابي؟ ما طلعش هو السارق،
بصماته مش على الظرف. انا مش بتكلم دلوقتي على سرقه الامتحان، انا بسالك عن شرابي نفسه. سان حقير، تصوري ان هو اللي حرض سهام على انها تقرا الامتحان. عرفت الكلام ده منين؟ من سهام. سهام هي اللي قالت للدكتوره يسرية في جلسه التحليل. وازاي تخبوا عني حاجه زي دي؟ هو احنا نعرف حضرتك فين؟ ماما رايحه فين؟ ماما هي واحدة لو سمحت، أنا هنزل بس أطمن شوق إن أنا رايح أقابل إقبال. بصي، الحركة دي بتتكون من ثلاث أجزاء. واحد، اثنين، ثلاثة. يلا. يا نهار أبيض، أنا معقولة أقدر أعمل كده؟ لا يا عم، كفاية عليا ده. قول لي إياه. أيوة، خليكي في اللي على قدك أنت. انت وحشتيني. انت مفيش حاجه بتاثر فيك يا جدع انت؟ ولا اي حاجه تاثر فيا الا انك تسيبيني. انت ما لقيتش حاجه ناقصه في البيت؟ كل اللي انت خدتيه فدا قص ضوافرك. يعني ما زعلتش؟ لا زعلت وكسرت الشقه كلها، بس مش علشان اللي انت خدتيه، علشان انك سبتيني. بقى زعلت وكسرت الشقة، رحت لقبال خدت حقك منها؟ سألت عليها بس ما لقيتهاش. وجايه لي ليه بقى؟ امشي غور من وشي سعادي. كلمة واحدة وعايز اعرف لها جواب يكون صريح يا شوق. انت بتحبيني ولا بتحب الفلوس يا شوق؟ احب فيك ايه يا جدعان؟ بقى انا احب هلف زيك انت؟ ليه؟ الكلمه دي وحشه قوي يا شوق، مش عايز اسمعها. وان ما طلقتنيش هسمعك اكتر منها. انت اصل جبان ودم اختك، مالكش اي شخصيه. دي كنت اختانا واخدت مني سبب عزي، ده كنت قلبت الدنيا فوق دماغها. يا رب يا راجل، انا كنت بجري يمين وشمال لاجل ما اجهز لك كل مناسبه واختها، لاجل وتخش عليها وهي ضعيفه. لكن انت بلط يا راجل. انا مش قلت لك الامتحان اتسرق منها؟ ما رحتش ليه؟ انا مش قلت لك ان بنتها عيد بالسبب ده؟ برضه ما رحتش ليه؟ خلاص خلاص، مش عايز اسمع. خايف، هايف. حاولت اهد الهرم علشانك لكن مفيش فايده. لا الهرم انهد ولا انت قدرت تعمل حاجه. حل عن سمايا بقى يا اخي. مش عيب اللي عملتيه ده يا شوق؟ صعبان عليا تعبي كله يطلع على فشوش. بس ياك اتنحر، ياك روح لها. دكتورة هيبال في بيت شرابي بتعمل ايه؟ انا لازم اقول لفاروق. حقيقي انت طلبت الامتحان من سهام؟ طب مش بس تاخدي نفسك. على العموم انا اسف، ما عندناش اسانسير. اتفضلي استريحي. جاوب. انما غريبه، عرفت القانون ازاي؟ من الكارت اللي سبتهولي يوم ما جيت. يعني ما قطعتهوش؟ عظيم، لحد كده والواحد لازم يتفائل. تشربي ايه؟ طب واخد الحكايه هزار ولا ايه؟ ما تجاوب بقى. معقوله اول مره تشرفيني فيها وما اقومش بالواجب؟ شوف بقى، إذا كنت بتهرب مني علشان خايف
فانا مفيش في ايدي حاجه اهددك بيها، ومستعده كمان ان انا ما اقولش للبوليس، بس قول لي الحقيقه. حقيقه ايه؟ انت طلبت الامتحان من سهام؟ ايوه. بتقولها بالبساطه دي؟ هو مش حضرتك عاوزه تعرفي الحقيقه؟ هي دي الحقيقه. اتفضلي. والتمر هندي ذنبه ايه؟ لحظه واحده. ليه عملت كده؟ انت كمان عايز تنجح بالغش؟ ابدا. حضرتك عارفه كويس اني بنجح كل سنه وبتقدير جيد على الاقل. امال ليه طلبت ده من سهام؟ كنت عاوز اللي حصل يحصل. مش فاهم. يعني كنت عاوز اعرف الامتحان وبلغه للعميد، يوم يراجعوا على الامتحان اللي مع حضرتك، ولما يلاقيه بالظبط يتهمك بتسريبه وتبقي متهمه. اتفضلي. يعني انت اللي عرفت الامتحان وانت اللي بلغته للدكتور سليمان؟ لا. امال سهام اللي قالت لك عليه؟ برضه لا. ارجوك ارجوك ما تخافش تقول الحقيقه، واوعدك انه هيكون سر بيني وبينك. تعال، انا مش هقدر اتكلم لان دي بنتي. ارجوك قول وارحمني من العذاب اللي ما حدش يقدر يستحمله في الدنيا. يا دكتوره، سهام ما قالتليش على حاجه. انا يعني كل اللي حصل ده حد غيرك عمله؟ بالظبط. لا اوعى تكون بتقول كده علشان تداري على سهام. تحب اريحك خالص؟ انا مستعد احلف لك ان سهام ما قالتليش على حاجه. دي خطه كانت في دماغي، وكان نفسي تتحقق عشان اقول في كل حته ان بنتك كمان بتساعدك في بيع الامتحان. بس يا خساره، في حد غيري ظروفه احسن مني وسبقني. بس لو كانت سهام طوعتني. الله، يعني افهم من كلامك ده انك عايز تنتقم مني؟ بالظبط. ليه؟ ايش؟ ثلاث رغيف. ثانية واحدة اجيب له الفلوس. ابسط يا وسيم، اهي الدكتورة هيبال خرجت بنفسها واكيد راحت على الفيلا. ايه على فين يا وسيم؟ متضايق، عاوز امشي شوية، امشي لوحدي. يلا يا سهام، شد حيلك مع الدكتورة يسرية، عاوزين ضحكتك ترجع زي الاول. اطمن يا دكتور سليمان، سهام المرة دي هي اللي جت بنفسها. هايل هايل. ها، عن اذنكم بقى. تفضل. خير يا سهام؟ ساعديني يا دكتورة. في ايه؟ في اني افتكر اللي حصل. وشمعنا النهاردة؟ رويدة احسن مني. وهدان قال كده. وهو انت يزعلك ان رويدة تكون احسن منك في ايوه. بكره حضرتك جدا. ليه؟ انا ما فيش حاجه شخصيه بيني وبينك، لا شخصيه ولا عائليه. متاكده؟ اه طبعا. طب حاولي تفتكري زمان، مش زمان قوي لكن من حوالي 16 سنه، يعني سنه 67، سنه الحرب. بالظبط. ليه انت كان عندك كم سنة؟ أكيد أنت كنت لسه صغير. كان عندي 7 سنين وكذا شهر. طب أنا إيه علاقتي بالحرب؟
فاكرة العيادة اللي كنت فتحها زمان في الحي الشعبي؟ اه طبعا فاكرة. اياميها والدي كان منقول هنا جديد، ما كانش يعرف اسم دكتور غير اللي جنبه اللي هو حضرتك. والدتي كانت بتولد، ما كانش في حد في البيت غيري انا ووالدي ووالدتي. جريت وعلى باب بيتك خبطت بكل قوة طفل عنده 7 سنين. أيوه انا فاكرة ان انا كنت مقيمة في العيادة طول فترة الحرب، وفاكرة كمان ان انا عملت أوضة نوم هناك. ما هو ده اللي كل الناس كانوا بيقولوه، بس لما رحت لك والباب اتفتح حصل ايه؟ انا فتحت لك الباب؟ طبعا مش فاكر، بس المهم ان وصلت لك وطلبت منك تيجي تولدي امي. ايوه بس انا مش تخصص نسا. وهو طفل عنده 7 سنين يعرف الفرق بين تخصصات الدكاترة؟ الدكتور عند الطفل يعني دكتور منقذ. فاكرة دموعي ليلتها؟ انا حتى مش فاكرة ان انا شفتك. لكن انا فاكر، قصدي افتكرت لما جا والدي السنة دي من السودان وشافني بذاكر سألني ايه اللي بتذاكره. قلت له ده الاندوكراين يعني الغدد الصماء. ضحك وقال فكرتني بدكتورة كانت مشهورة في حكاية الغدد دي، اسمها الدكتورة إقبال البارودي، وهي اللي تسببت في وفاة أمك. أنا؟ كلمة قالها السنة دي رجعتني ل16 سنة ورا. وأظن حضرتك عارفة قدرة الطفل في السن ده على الاحتفاظ بصور كاملة للي حصل. أيوة بس أنا مش تخصص نسا. بالظبط ده اللي قلتيه ميها. أرجوك يا ست الدكتورة، أرجوك يا ست الدكتورة، دي أمي. أبويا بيقول إن ما جاتش دكتورة والدتك هتضيع، وأنا مش عايزة أضيع. ده هي اللي بتعمل لي سندوتش قبل ما أروح المدرسة، لكن أبويا ما بيعرفش. بس أنا مش فاكرة إن أنا سمعت كلام زي ده. عشان سبتيني ورحت تردي على التليفون. لأن المحافظ كان عايزني. التمرجية بتاعتك ادتني عنوان داهية في ورقة، وكمان ادتني قرشين سهل. نزلت السلم والدموع من كترها في عينيا ما بقتش شايف. مسحت دموعي بالورق، باشت في ايديا. جريت رحت حتت كتير ما عرفتش مكان الداهية. ولما رجعت باب بيتنا سمعت صويت، فهمت ان امي. كفاية كفاية أرجوك. إزاي نسيت التفاصيل اللي حصل من يوميها وعشت وتعلمت لحد ما أبويا فكرني بكل حاجة زي ما تكون حصلت دلوقتي. عقل الإنسان ده إيه؟ ده مخزن معلومات وخبرات، بس أعقد من أي كمبيوتر اخترع لغاية دلوقت. ليه كل الناس بتقدر تفتكر وأنا لأ؟ أنا مش هخيف يا دكتورة. لو صرحتي نفسك بكلمة الامتحان. لا لا لا، ايه؟ مش فاكرة مش فاكرة. سهام من فضلك ركزي معايا، انت حاسة بألم؟ جاوبي جاوبي يا سهام، حاسة بألم؟ دمار كامل حصل في حياتي بسبب موتها. بعد أقل من 7 شهور والدي اتجوز، وبدأت رحلة عذابي اللي لسه ما انتهتش لحد دلوقتي. مرات أبويا اتهمتني كتير بالسرقة مع إني ما سرقتش، اتهمتني بالكذب مع إني ما كنتش بكذب. ولما كبرت شوية اتهمتني اتهامات أفظع. هربت من البيت، قدرت تخلي والدي ما يسألش عني،
ولولا وجود عمي في نفس البلد والفلوس اللي بتبعتها لي مرات خالي، انا مؤكد كنت هبقى منادي سيارات في اي موقف. شرابي، انا مش عارفه اقول لك ايه، لكن عذري اني مش تخصص نساء، وعذرك انت معروف، دي امك حياتها كانت تساوي كتير عندك، وموتها ثمنه بشع. شرابي، انا بطلب منك تسامحني. اكبر جميل عملته معايا انك اقسمت لي ان سهام ما ادتلكش الامتحان، وده شيء مش بسيط، ده يدل على انك رجل شريف رغم كل شيء. شرابي، انت عارف انت كان ممكن تدمر حياتي بيني وبين بنتي. ما تتضايقيش يا سهام، اللي ما افتكرتيهوش في الجلسه دي هتفتكريه في الجلسه اللي جايه، بس المهم يكون عندك الرغبه زي النهارده بالظبط. بس انا ما افتكرتش اي حاجه. احنا مش قلنا ان عقل الانسان مخزن ذاكره اعقد من اي كمبيوتر؟ يعني حل رموزه مش بالسهل. يلا خدي اشربي الدواء. تيجي نروح لبابا المستشفى، وهو هناك هنلاقي الدكتور احمد. أحمد قال لرويدة إنها أحسن مني عشان شافني واقفة مع وهدان. وهدان؟ أنتي ذكرتي الاسم ده قبل كده. أيوة. طب أنا 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 معقولة أبص لواحد زي ده برضو؟ يا سفاروق، يا سفاروق، معالي جابت لك الورقة دي. جابتها امتى دي؟ لسه حالا اهو. الأنسة معالي سابت لي خبر مع عم رفلة. انت جاي هنا تعملي ايه؟ عايز اشوف اخويا. ما انا جبته لحضرتك ولما ما لقيناكيش قال لي لا سيبني لوحدي انا همشي على رجلي. حضرتك جايه لشرابي ليه؟ بعدين هقول لك كل حاجه، بس دلوقتي عايز اشوف بناتي.